مرحب بالجميع، هاي اهلا وسهلا فيكم عن جديد جديد وجديد. اليوم حنتكلم عن الافريكان جيجو فات تيل. الجيجو فات تيل هو من عائله ابو بريس، مثل ما بسموه في بلاد الشام ابو بريس، او بسموه هنا في الخليج بريعسي. الفات تيل من الجيجو الوديع اللي ممكن انك تربيه، وسبحان الله في ميزه ربنا اعطاه اياها، ميزه تمويه. ممكن تشوف الراس شبيه في الذيل حتى يعمل تمويه اذا حب يخدع حيوان او شيء، ذيله شبه راسه. عندي زوج من الجيجو، هاي الانثى وهذا الذكر، من الحيوانات اللي ممكن تتربى وتستاخذ كبيتس، تتغذى على الدود وعلى الحشرات، وفي احيانا كثير ممكن تعطيها البيبي مايس او الفروغ. واتمنى لكم مشاهدة جديدة وطيبة في فيديو جديد. نراكم